هربت ضحكة أجشة من لوسيانو. هل هذه هي الطريقة التي تعملين بها تلك التعويذة مع الرجال؟ ترفرفين رموشك وتحمرين خجلا كما تشائين وتتصرفين بسذاجة. دعينا نصل إلى الهدف مباشرة ونوفر بعض الوقت. لا أريد عذراء ساذجة أو خجولة أو مزيفة جميمة. أحب النساء اللواتي لا يخشين أن يصبحن نساء، تماما كما أنا رجل لا يخشى الاعتراف عندما أشعر بالرغبة في ممارسة الحب. كانت جميمة بعيدة عن عمقها ولا تعرف أين تنظر أو ماذا تقول. لم تستطع الاعتراف بأنها لم تكن عذراء مزيفة، ولم تستطع الاعتراف بالسذاجة أو الخجل، بينما لم يكن لدى جولي عظمة خجولة أو متواضعة في جسدها بالكامل. لقد تعاملت جولي مع الدعوات الجسدية العاطفية كتعزيز لغرورها، واستمتعت بلا خجل بإعجاب الرجال بها. للحظة فقط كانت جميمة تتوق إلى البرود لتستطيع تجسيد أختها الراحلة والتي اعتبرت مظهرها وجاذبيتها أمرا مفروغا منه. شعر بالرغبة في ممارسة الحب، نظرت إليه بشكل لا إرادي مرة أخرى، وارتعاش صغير ساخن اندفع من قلبها إلى باقي جسدها عندما اصطدمت بعيونه الذهبية البراقة. شعرت بعد ذلك بسحب قوته المغناطيسية، الإدراك القوي والحث على الرغبة القوية، وبنفس القدر من عدم الخوف من التصرف. قال لوسيانو: كل غريزة مفترسة في جسده القوي الكبير أطلقتها بتظاهرها بالبراءة بينما وصل إليها، مصمم على تحطيم تلك الواجهة التي كانت شديدة الغباء في ظل هذه الظروف، حيث أنه كان يعرف الكثير عن شخصيتها الحقيقية. استعادت جميمة قوتها على التحرك بعد فوات الأوان. كانت ساقاها المشلولة تحركها بشكل أخرق إلى الوراء في غرفة غير مألوفة. لقد ركلها بعيدا عن مكانتها المعتادة الهادئة والعقلانية، ودمر رباطة جأشها بهذا التصريح الجسدي المثير. لقد صدمها حقا، لكنه أثار حماستها أيضا، لأنه على مستوى لم ترغب جميمة في فحصه. شعرت بالإطراء الشديد من فكرة أن رجلا رائعا مثل لوسيانو فيتالي يمكن أن يجدها جذابة. بينما كان يتحدث وصل لوسيانو إليها ودفع ظهرها نحو الباب الذي كادت أن تصل إليه. إحدى يديه مغلقة حول كتفيها والأخرى ترفع ذقنها. أحب المطاردة، أنت محقة في ذلك بكولومية، أخبرها كما لو أنها قد تحدثت، لكن هذا هو الوقت الخطأ للفرار. كانت محاصرة بنظرته. ارتفع صدرها بينما تسحب نفسا محتاجا وذاق حلقها مع التوتر. لقد أرادها لوسيانو فيتالي، هي هذا المفهوم قلبها رأسا على عقب، لأنه كان جميلا بطريقة لم تحلم بأنها موجودة أبدا. من شعره الأسود إلى عينيه المذهلتين وبنية عظامه الخالية من العيوب، هو أذهلها. بؤبؤ عينيك متسعة، تنفس لوسيانو، أبعد خصلة من الشعر الذهبي عن جبينها ليضعها خلف أذنها. تحرك أقرب، أحنى رأسه الداكن. هل هو كذلك؟ كانت تدرك بجنون كم هو أطول وأقوى منها. تم تجميدها مع كتفيها على الباب الخشبي الصلب. رائحة الليمون من عطره هاجمت أنفها. كانت رائحته طيبة بشكل مذهل ودفأت جسدها. أنا أخيفك، أليس كذلك؟ ضحك لوسيانو مرة أخرى أذهلها. لا أريد أن أخيفك، ليس بعد الآن. مست أنفاسه خدها وارتجفت شاعرة بضغط جسده على جسدها. بدأ أن جسدها كله يزداد سخونة عند نقطة الاتصال به. لقد كان يريدها، وهي من جعلته يشعر على هذا النحو. هي جميمة باربر بدون مستحضرات التجميل أو الملابس الفاخرة، من كان ليصدق ذلك؟ شعرت كأنها امرأة حقيقية لأول مرة منذ خيانة ستيفن. لم تفهم ما هي الجاذبية المحتملة التي يمكن أن تحصل عليها من لوسيانو فيتالي، لكنها لم تهتم كثيرا خلال تلك اللحظة المبهجة.
وبينما كان يخفض رأسه أكثر من ذلك بقليل وشفتيه بلطف لمست شفتيها، شعرت وكأنها لحظتها، وشعرت كأنه شيء كانت تنتظره طوال حياتها. أصابع طويلة عقدت في شعرها لتثبيتها وتزداد القبلة عمقا. ردت قبلته بحماس لم تستطع قمعه. أخذ جسدها يطير في إحساس جديد، والإثارة تتصاعد مثل المد بداخلها وتغرق كل صوت معترض في مؤخرة رأسها. أصبح كل شبر منها فجأة رقيقا وحساسا للغاية، لذا لمسة يده على ظهرها جعلت جسدها يرتجف كرد فعل. كانت حواسها متحمسة للغاية من لمسة يده. لم تستطع التنفس بسبب الصدمة وبسبب الهزات الناتجة عن الاستجابة التي ترتعش من خلالها، بينما اشتعلت الحرارة في قلبها. لم تكن أبدا في حياتها تريد أن يتم لمسها بشكل سيء جدا، وكانت تخجل من الرغبة. هربت كل فكرة من رأسها في نفس اللحظة. قبلة واحدة وجذبها أكثر إليه. ارتجفت وخنقت تأوها بينما كانت أصابعه تلمس بشرة وجهها. كانت الصدمة تقصفها وكان قلبها لا يزال يتسابق. لم تصدق ما حدث للتو، لم تصدق أنها سمحت له بفعل ذلك لها. كنت على استعداد لذلك، قال لوسيان بصوت مسموع وهو يحدق فيها بعيون ذهبية مشتعلة. أنت امرأة شغوفة. لكن جيميما لم تكن أبدا امرأة شغوفة. أخبرها ستيفن أن الشغف كان للفاسقات، وكانت دائما حريصة على ألا تبدو متحمسة جدا في هذا الاتجاه، لكن هذا كان يبدو أنه متوقع منها. عندما انغمس في علاقة برية عابرة مع جولي كانت محطمة بسبب السرعة التي غير بها موقفه. لوسيانو مع ذلك أراد ذلك الشغف، ازدهر عليه. شعرت بالارتباك وأجبرت نفسها على النظر إليه، ووجهها ساخن ومتورط، ولا يزال جسدها المرتجف بطريقة ما تشعر كأنه شخص غريب وحشي. دعنا لا نتحدث عن ذلك، تمتمت بغير ثبات. دعينا لا أفضل الفعل بدلا من الحديث، غمغم لوسيانو متسائلا. لماذا كانت لا تزال تتصرف بشكل غريب؟ كان لمسها خطأ. أراد المزيد، إعطاء أقل قدر من التشجيع كان سيجرها إلى الفراش ويخفف من حرقة الرغبة المشتعلة لديه. لم يكن يريد الانتظار، لم يكن معتادا على الانتظار، لكنه أصبح فجأة مدركا تماما لما هي عليه. والدة ابنه، سيكون من غير الحكمة أن يهز القارب قبل أن يصل إلى أمن منزله في صقلية، قلعة ديل دوروغو. هذا لم يكن يجب أن يحدث، تنفست جيميما بإحكام. نهضت من مقعدها وانتزعت حقيبتها. لا أعرف حتى كيف حدث ذلك. لم يكن لوسيانو متسليا. إنه سهل، كنت أريدك وأنت كنت تريدينني. لقد نسيت أين كنت ومع من كنت للحظة، صححت جيميما بصلابة لا تزال تهرب من مقابلة عينيه بعناية. كنت خارج نطاق السيطرة، ولقد أحببت ذلك. لم يستطع لوسيانو فهم سبب تراجعها بمعرفته بها. كان ينبغي عليها أن تستفيد من الموقف إلى أقصى حد وتحاول إرضاءه، وكان في مزاج كبير ليكون سعيدا. كنت تتحدث عن صقلية ونعم تسوية الديون والفواتير، ذكرته بصلابة. الأعمال أولا. لقد فهم تماما تغير تركيزها. سأعتني بهم. سيتعين عليك توقيع اتفاقية سرية أولا. لن تكوني حرة في التحدث إلى أي شخص بما في ذلك وسائل الإعلام حول اتفاقية تأجير الأرحام أو عني أو عن ابني، أخبرها ببرود ناهي. هذه ليست مشكلة، سأذهب لأرى ما إذا كان نيكي قد استيقظ بعد، سيحين الوقت لمغادرتنا قريبا، قال
قالت بلهفة بالكاد خفية بينما كانت تفحص ساعتها. وقف لوسيانو يراقب الباب وهو يغلق عقب رحيلها. حاجب أسود ملتوي للأعلى، هل كانت هذه لعبة ما كانت تلعبها مع الرجال؟ تعطي القليل ثم تتراجع، قد يرغب بعض الرجال في الحصول عليها أكثر بعد هذا النوع من الموقف الغير متأكد. لكن لم يكن لدى لوسيانو أي شك في أنها ستشاركه فراشه في النهاية، وانسحابها أثاره وأثار غضبه. ليلة واحدة ستكون كافية، قرر مع ابتسامة قاتمة. أرادها في تلك الليلة المنفردة، أرادها بكل الطرق التي يمكنه الحصول عليها بها. هذا من شأنه أن يعمل على إخراجها من نظامه، ومن المحتمل في تلك المرحلة أن يدرك ما جذبه إليها في المقام الأول. على الأقل لن يكون هناك أي تعقيدات مع جميمة، فكر بينما يتصل بمدبرة منزله لإجراء الترتيبات المنزلية. بغض النظر عن حيل جميمة الصغيرة، كانت تعرف النتيجة، كان سيكافئها على ذلك ومشاركة المتعة دون عاطفة أو قيود، وستكون سعيدة جدا بالرحيل مرة أخرى. أنا صديق مقرب لجميمة وعائلتها، أعلن ستيفن وارينغتون باعتدال بينما كان يدخل إلى مكتب لوسيانو. ومع الاحترام، أود أن أعرف لماذا تعتقد أنه من الضروري لها أن ترافقك أنت وطفلك إلى الصقلية؟ استطلع لوسيانو الرجل الأشقر الأصغر بعيون داهية غير متأثرة. هذا هو شأني الخاص سيد وارينغتون، لكنني لا أرى أي سبب لعدم إخبارك أن ابني مرتبط بجميمة، وأود أن أقلل من حزنه عندما هي تمضي قدما. أخذ جميمة معك إلى الصقلية تبدو كطريقة غريبة للسماح لها بالمضي قدما، أوضح ستيفن مع ابتسامة أخرى. أفضل لو قمت ببساطة بإزالة ابنك الآن وترك جميمة لتواصل حياتها دون عائق. لحسن الحظ أن رأيك لا يهم، قال لوسيانو. سيهم قريبا، إنها المرأة التي أنوي الزواج منها. كاد لوسيانو تقريبا أن يدير عينيه على فكرة أن جميمة مع تفضيلها للجانب الوحشي من الحياة ستضع خاتم زواج من الرجل المحافظ للغاية الواقف أمامه، لكن ملامحه الهزيلة والداكنة ظلت غير واضحة. تهاني إذا، أجاب بسلاسة. المعلومات التي كان قد طلبها بالفعل بشأن ستيفن وارينغتون كانت تظهر أخيرا على شاشة كمبيوتر لوسيانو بينما يغادر الرجل الأصغر سنا المكان. لو كان لوسيانو صبورا لكان قد تلقى هذه المعلومات قبل الموافقة على رؤية وارينغتون، لكن الفضول دفع لوسيانو إلى الابتعاد عن حذره المعتاد. إذن كان ستيفن صديقها السابق، وكانت هناك قائمة طويلة جدا جدا من الاستفهامات في ماضي جميمة المتقلب. هل تركتهم جميعا يشتاقون إلى تكرار بذيء؟ على الرغم من أنهم ليسوا من سرقت محافظهم، اعترف لوسيانو بينما كان يتساءل لماذا هذا الجانب من طبيعتها لم يزعجه كثيرا. كانت لصة، لماذا أراد الحصول عليها؟ لم يرد أبدا عن قصد النوم مع امرأة مخادعة من قبل. بعد أن نشأ في ظلال أسرة تغذيها الجريمة، لم ينجذب إلى الجانب المظلم بأي شكل من الأشكال، على عكس والده الراحل، كان معتدلا ومسيطرا. ربما كان زاهدا جدا في عادته لفترة طويلة، فكر في إحباط، لأنه كان لا يزال يكافح لفهم مفتاح جاذبية جميمة باربر. ومع ذلك فقد أرادها، وعلى هذه الأسس كان سيحصل عليها ببساطة، لأن القليل من الأشياء في الحياة أعطت لوسيانو متعة حقيقية. استمتع بقراءة السيرة الذاتية لستيفن وارينغتون. لم يكن لدى جميمة أي خطط للزواج من ستيفن، كان متأكدا تماما من ذلك، لكن بطريقة ما لم يقضي ذلك على الإغراء الساحق لضرب قبضته من خلال أسنان ستيفن الشديدة البياض. لم يستوعب لوسيانو هذا الدافع وقام بقمعه غير متوازن تماما بهذا الميل المفاجئ نحو العنف. لقد شعر بذلك من قبل بالطبع مع جيناته الغارقة في عنف وفساد أسلافه،
لكن لم يسبق له أن مر بهذه التجربة فيما يتعلق بالمرأة، وكان هذا الإدراك يزعجه. ليلة واحدة كان سيحصل عليها في سريره لليلة واحدة فقط. طمأن نفسه بتجاهم. على أي حال فكر بتمهل، لم يكن الأمر كما لو كان معرضا لخطر حقيقي مع جيميما، لأن لوسيانو لم يقم بعلاقات عاطفية مع أي شخص. سيكون ابنه هو الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة. حب ورعاية الطفل كان نقيا ولن يضره أو يضر أي شخص. أعتقد أنه أفضل حل للجميع، أعلنت إيلي بشجاعة بينما كانت جميمة تحاول مواساة والدتها الباكية ووالدها المضطرب بشدة، بينما كان الأربعة يجلسون حول طاولة المطبخ مع أكواب الشاي. كانت جميمة تشعر بالمرض من الخجل لإخفائها الكثير عن والديها بالتبني، وما زالت تشعر بأنها غير قادرة على مواجهة التحدي والمتمثل في إخبارهم الحقيقة. كانوا سيشعرون بالرعب لو علموا أنها كانت تتظاهر بأنها أختها الميتة وتتظاهر بأنها والدة نيكي. لا حجة يمكن أن تقدمها ستقنعهم أن مثل هذا الكذب له ما يبرره. على أي حال كان والديها لديهما بالفعل ما يكفي للتعامل معه. عاد الزوجان المسنان من ديفون في ذلك الصباح فقط ليعرفوا أن ابنتهما ونيكي سيغادران في اليوم التالي في رحلة إلى الصقلية، وبعد ذلك ستعود جيميما إلى المنزل بمفردها. لسوء الحظ أصبح ابن جولي عزيزا على والدي جيميما مثل أي حفيد، لقد كان أيضا جزءا من حياة نيكي منذ ولادته تقريبا. نيكي هو ابن لوسيانو فيتالي، والمسكين كان يبحث عنه طوال هذه الأشهر، أشارت إيلي وهي تحاول جاهدة دعم حجج صديقتها لصالح الرحلة إلى صقلية والتسليم الحتمي لنيكي إلى والده الوحيد الباقي على قيد الحياة. أعتقد أنه سيكون أبا جيدا، لقد طلب مني مرافقتهم فقط لأنه يعرف أن نيكي مرتبط بي ولا يريده أن يتأذى من اختفائي فجأة من حياته، أوضحت جيميما من جديد. السيد فيتالي يتحمل المسؤولية، أقر والدها بعمق. على الرغم من أنني لم أستطع أبدا التغاضي عن الاتفاقية التي أبرمها مع جولي، كان ذلك متسرعا وكانت أسوأ مرشحة يمكن أن يختارها. نعم، لكن لا تنسى أنه لم يكن ليختار جولي، كان يعتقد أنه كان يختار جيميما. كانت إيلي سريعة لتذكير الرجل المسن بأن جولي تقدمت بطلب لتكون أما بديلة باستخدام هوية توأمها بدلا من هويتها. صحيح، وأنت بالتأكيد وقفت بجانب هذا الطفل الصغير وأعطيته كل ما يحتاجه للإزدهار، قال والد جيميما لابنته مع موافقة حارة. أفترض أننا سنضطر ببساطة إلى الانتظار حتى تعطينا ابنتنا حفيدا لنثير الضجة. عزيزتي أريد ذلك، قال لزوجته. شحبت جيميما تحت نظرة الاستحسان، كانت تعرف تماما مدى صدمة والديها لو علموا يوما بالخداع الذي استخدمته في تعاملاتها مع لوسيانو. في نفس الصباح قامت تشارلز بينيت بزيارة أخرى مع زميل له، قرأ الاتفاقية السرية مع جيميما وشرح كل بند، بينما رفيقه أخبر جيميما أنه كان هناك نيابة عنها لحماية مصالحها، وتحدث في عدة مناسبات مشيرا إلى أنه يمكن جني الكثير من الأموال من بيع القصص إلى وسائل الإعلام، لكن اختيار الالتزام بقواعد لوسيانو سيكافأ ماليا بمكافأة بمجرد ما إن تنتهي من العمل معه. وقعت جيميما على الخط المنقط وكانت ممتنة عندما غادر المحاميان. في وقت لاحق من نفس اليوم وقفت إيلي مبتسمة بينما وقفت جيميما بصبر وطاعة، بينما تم أخذ جميع مقاساتها وتدوينها بعناية من قبل خياطة في منتصف العمر ومساعدتها التي تم استدعاؤها أيضا بناء على طلب لوسيانو. إذن هو يخطط لكي ترتدي زي مربية، قالت إيلي بإزعاج بعد مغادرة النساء. رفعت جيميما حاجبيها. من الواضح،
أشارت بحزن: بعيدا عن التطلع إلى احتمال أن ترتدي زيا رسميا متشددا في حرارة صقلية، أفترض أنها طريقة جيدة لضمان عدم نسياني أنك أحد العاملين وليس ضيفة. أعني، قد يكون الأمر محرجا بعض الشيء لأنك من المفترض أن تكوني والدة نيكي، أوضحت صديقتها مع إشفال. متى تخططين لإخبار لوسيانو أنك أخت جولي؟ تجهمت جميمة. ربما ليس حتى أغادر صقلية، والذي سيكون نهاية شهر أغسطس على أبعد تقدير، لأن الفصل الدراسي يبدأ في الأسبوع التالي وسأبدأ التدريس مرة أخرى. سيكون من المخاطرة بعض الشيء الاعتراف بهويتي الحقيقية في وقت أقرب من ذلك، لأن لوسيانو قد يطلب مني المغادرة على الفور، ولكن بحلول أواخر أغسطس لن يكون الأمر مهما بالنسبة إليه. توقفي عن انتقاد نفسك بخصوص ذلك، إنك لا تلحقين الضرر بأي شخص. الأمر ليس بهذه البساطة يا إيلي، في كل مرة أكون فيها مع لوسيانو أكذب عليه. أشارت جيميما بشدة، متمنية لو وجدت أنه من الممكن أن تثق في إيلي لتخبرها حول مدى تعقيد علاقتها مع لوسيانو مؤخرا. كانت المشكلة في أنها كانت تخجل من الاعتراف بأن علاقتهما المتوترة قد تعقدت فجأة بنوع من الحميمية والتي كانت تتراجع عنها دائما. مرت 3 أيام فقط منذ ذلك اليوم في لندن، وما زالت تستلقي في سريرها ليلا غير قادرة على قبول حقيقة أنها خدعت لوسيانو، لدرجة أنها نسيت ليس فقط المبادئ التي نشأت عليها، لكن كل شيء لم تستطع تحمل نسيانه في مأزقها الحالي. كانت تتصرف مثل جولي وليس نفسها، وعلى الرغم من أنها كانت مقتنعة بأن أختها الراحلة كانت ستستسلم أيضا لاستغلال الملياردير الرائع، إلا أنها كانت تعلم أنها لا تستطيع استيعاب ذلك كذريعة لسلوكها. في الواقع لقد فقدت السيطرة وسمحت لنفسها بالانجراف فوق فوانية من الإحساس الجسدي الجديد بالنسبة لها. لقد كانت تتصرف مثل مراهقة مخيفة وليست كناضجة، وقد عاشت لحظتها مبتهجة في تلك اللحظة دون أي تفكير فيما سيكون عليه لقاء لوسيانو مرة أخرى أو العمل معه بصفة رسمية. أنت تكذبين فقط لمصلحة نيكي، أخبرتها إيلي بطمأنة مخلصة. وبالذهاب إلى صقلية مع نيكي فإنك تجعلين كل هذه التغييرات أسهل بالنسبة له. ألقت جميمة نظرة قلقة على صديقتها. هل تعتقدين أنني أفعل الشيء الصحيح؟ لطالما اعتقدت أن أفضل حل من أجل نيكي هو أن يكون مع الأب الذي رتب له أن يولد. إنه طفل محبوب، يمكنني رؤية ذلك، لكنه ليس طفلك. أكره أن أتفق مع ستيفن بشأن أي شيء، ولكنني أريدك أن تستعيدي حياتك، أخبرتها صديقتها بحزن. كوني شابة حرة وعازبة مرة أخرى، أنت تستحقين ذلك. كان نيكي خطأ جولي وليس خطأك. ضغطت جميمة شفتيها ولم تقل شيئا. لم تستطع التفكير في وجود نيكي المشرق والمحب على أنه خطأ بأي شكل من الأشكال. هو أن كونها عازبة وحرة أثبت أنها تجربة مليئة بالمرح أقل مما كانت تتوقعه. كان نيكي جزءا من حياتها الآن وهي تحبه. لم تحمل ابن أختها خلال فترة الحمل، لكن الطفل الصغير شعرت به كما لو كان جزءا منها. كانت تعلم أن الابتعاد عنه سيؤذيها كثيرا، لكن لو كان هذا حقا هو الأفضل لنيكي على المدى الطويل كان عليها أن تتعلم كيف تتعايش مع ذلك. في صباح اليوم التالي تم جمع جميمة ونيكي وأمتعتهم بواسطة سيارة ليموزين مصحوبة بسيارة مليئة بالحراس الشخصيين. تمت الرحلة إلى المطار في وقت قياسي، وحتى الصعود إلى الطائرة الخاصة والتي كانت في انتظارهم كانت تجربة سلسة وسريعة إلى حد ما. فوجئت جميمة بأن لوسيانو لم يكن على متن الطائرة، وبدأ أنها ونيكي هما الراكبان الوحيدان باستثناء طاقم الأمن والذين جلسوا في الجزء الخلفي من الطائرة. أثار طاقم الطائرة ضجة كبيرة على نيكي وكانوا منتبهين بلا توقف.
استقل لوسيانو الطائرة في باريس حيث كان لديه اجتماع، وأول شيء لاحظه هو جيميما والتي نامت سريعا في مقعد مع نيكي بجانبها في مقعده المتنقل الرائع. كان شعرها مظفرا بينما أراد رؤيته منسدلا مرة أخرى، على الرغم من أنه كان يعلم أن هذا الشعر كان مزيفا. تخلص من هذا السؤال المحرج ونظر إلى الجينز البالي والبلوزة الغير الرسمية المغسولة والتي كانت ترتديهما مع عبوس من عدم الفهم يتشكل بين حاجبيه الداكنين. لماذا لم تبذل الجهد حتى الآن لتتأنق له ولو لمرة واحدة؟ لامرأة أبدا كانت على يقين تماما من تمسكها باهتمام لوسيانو لدرجة أنها ستظهر مرتدية الملابس بشكل سيء مثل شخص بلا مأوى. أم أن هذا التأنق المتعمد وتجنب البريق كان مجرد طريقة فعالة جدا من جيميما لضمان أنه اشترى لها خزانة ملابس جديدة؟ استيقظت جيميما ببطء وراحة بعد أن تحملت ليلة أخيرة عصبية بلا نوم في منزل والديها. كان لوسيانو جالسا الآن عبر الممر، درست بنعاس صورته الشخصية المثالية معتقدة أنه لا ينبغي أن يكون لأي رجل رموش طويلة أو داكنة أو كثيفة أو الأنف والفك الذي كان يمتلكهم البطل اليوناني. وجدت الفراشات تطير في بطنها. أدار لوسيانو رأسه الداكن الوسيم ووجدت عينين ذهبيتين غامقتين مثل ذوبان العسل، وشعريرة صغيرة مرت من خلالها وأطلقت العنان لاستجابات أقل براءة جعلتها أكثر استيقاظا مع وعي ذاتي. سنهبط في غضون 30 دقيقة. صحيح، نعم سأذهب وأنتعش، تمتمت جيميما وهي تنزلق من مقعدها. نظر إليها لجزء من الثانية وهو يمسح اللون الوردي الناعم على بشرتها الخزفية مما عزز فقط تأثير الألماس الأزرق الجليدي لعينيها غير العاديتين والنهومة الكاملة للشفاه التي تذوقها بالفعل. وكان رد فعل جسده فوريا مثل رجل يتضور جوعا يواجه مأدبة، وتجمع الإلحاح والجوع في عاصفة من الاستجابة المذهلة. أصر لوسيانو على أسنانه البيضاء بغضب ونظر بعيدا مجبرا نفسه على البرودة مرة أخرى. لم يكن يحب فقدان السيطرة أبدا، لقد رأى والده في كثير من الأحيان يفقد عقله في عصبيته، وكان العيش سالما خلال هذه التجربة يمثل تحديا للجميع من حوله. كان لدى لوسيانو خوف صغير من أنه هو نفسه ينفجر في عنف طائش، لكنه كان مقتنعا تماما بأن ردود الفعل مثل العاطفة والغضب تفسد عمليات تفكير الرجل وتجعله يتخذ قرارات خاطئة. ستكون في سريره الليلة، ذكر نفسه بهدوء، سيحصل على ما يريد، وما شعر بأنه بحاجة إليه بشكل متزايد، وبعد ذلك سينتهي هذا الجنون المؤقت إلى الأبد. لقد أدهشه ذلك وأزعجه قليلا، إن الرغبة الجسدية يمكن أن تمارس هذا القدر من القوة عليه. ركزت جيميما على تغذية وتغيير حفاظ نيكي بينما حرمت نفسها بعناد من فرصة النظر إلى الوراء في اتجاه لوسيانو. كان رائعا ولابد أنه يعرف أنه كان رائعا، كان يرى نفسه في كل مرة يحلق فيها، فكرت بعنف، لكن هذا لم يكن ذريعة للتحديق والإحمرار والتصرف بطريقة سخيفة مثل مراهقة لا تعرف كيف تتصرف مع رجل. لم يكن هناك أي نوع من العذر على الإطلاق. ذكرت جيميما نفسها بإصرار لأنها أعجبت بشكل تجريدي بمدى تشابه شعر نيكي مع شعر والده، وقاومت الرغبة في إجراء مقارنة بصرية أخرى غير ضرورية تماما. فجأة فكرة أنها ستكون بالقرب من لوسيانو لبقية الصيف كان أمرا شاقا، لا يمكنها أبدا أن تتصرف بأدب ولا مبالاة بصحبة رجل ديناميكي وعاطفي. لقد أشعلها كنار داخلية، لكن كان عليها أن تحارب ذلك بشدة. كانت تكذب على لوسيانو وكان هو والد نيكي، مما يعني أنه لا توجد إمكانية لتطور أي علاقة طبيعية بينهما. الحفاظ على مسافتها ومقاومة الإغراء كان كل ما عليها فعله.
فكريا كانت تعرف ذلك، لكن المعرفة والقيام بالفعل كانا شيئين مختلفين تماما. كما اكتشفت بالفعل لسوء حظها، كان لوسيانو منجذب إليها على كل المستويات الممكنة.